buru za tekafi wo connexion al talgara masawa bakano itaku tekafi miten tekafi tultumia real le tese khidimi wa sahar ke bas matama gudra no mai tumma guru za gata kafi asa kuma adin da man gudru nishtakul foga misra sa kan video na hamul fi tiktok shinu kana internet fakkata ka bai shirab da kaunu mai saitna alayum gal na goso kan sarom solena 200 mb ب 400 فرنك وده تقيل ما ينفع والله كونكسيون هسه في تشات دغاشي يا تو ده 400 يا تو اول ده 500 ده عندنا 200 امبي سيرتو هسه 200 امبي ده ذاتك كان تو كونكتي ده شو ده غاشي مره واحد انطباعات متفاوتة وآراء مختلفة أدلى بها مستخدمو شبكتي تيغو وإيرتل للاتصالات النقالة في البلاد حول الأسعار الباهظة والخدمات الرديئة التي تقدمها الشركتان والتي لا تقاس ولو بنسبة ضئيلة مع ما تقدمه مثل هذه الشركات في بعض الدول المجاورة لمواطنيها. صراحة الإنترنت في تشاد يعني غالي غالي ما لا نقول لأن نادم يمكن خليل قاعدين هنا يمكن مرق برا جيت تقول يعني تشتغل بانترنت هنا في تشات يعني تتاسف مالها لان في الخارج دول يعني ما متقدمه زياده من تشات تقول يعني انترنت حقها رخيص يا مدفعات ده عملوا تخفيضات بالتخفيضات العملوا ده ذاتها هو صحيح بوتي نبو نسول ابونيمون ده منشر لكن قبل شرب يكمل اجله. وخلال تفقدنا مختلف المقاهي التي تقدم خدمات الانترنت لسكان العاصمة أنجمينا من الطلاب والباحثين وجدنا هناك استياء كبيرا من جانبهم حول ما تقدمه شركات الاتصالات من ضعف الخدمات وغلاء الأسعار. أسألين كلاس سي نغوثوشية لكن ده كله كلاه تجان دول نارم طالب ده ما يمشي ما عشان من طالب دورة تسيباس أنا في الانترنت ودورة تجري فوقها نيرة تسبب بس ينتوك جيسا ينبير كل هذا بشروع والله في تشات ده انترنت اكيد ده خالي كو كونيكسيون اكيد على حسب ده ميم سي ترو لان ميم ابل لو كل بكان واي كان غاتي نادي ده ذاتك يدور لك تليفون اوكيبي تليفون اوكيبي داير لو تليفون سي با اوكيبي كو دونك اون يدور ابسولومون كي خلي كونيكسيون حقنا ده يخيروا لنا اخر كان ميم ريزو حقنا ده توتاليمون يدور يشان يوما كو من الحكومه قال لنا حلل الانترنت ده شيء مهم جدا تير ده اول شيء خالي لكن ورد دلو من دلو ده سنفع برداول كو كان دلو لنا مش 400 فران ده بتاتر انت 400 ام بي سي ديجا بيان ويخلو مش ان سيمين كو ما يلميتي ان جورني دي يخلو ان سيمين اي مو كي كان تتسابق الدول فيما بينها لتحسين الطرق واستخدام الانترنت لكن على ما يبدو فإن المواطن التشادي ما زال يحصل عليه بنسبة تعد هي الأسوأ من خدمات التواصل الاجتماعي فعلى الحكومة أن تعيد النظر في هذا القطاع والاستثمار فيه عبر الشركة التشادية للاتصالات سوتيل تشاد حتى يتسنى للمواطنين التمتع بخدمات الانترنت المطلوبة لمواكبة التطورات كبقية أقرانهم بدول الجوار في ظل عصر التكنولوجيا الحديثة كما يجب على سلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد في تشاد تذكير الشركات العاملة في مجال الاتصالات النقالة باحترام دفتر مهامها.